عرفت بمرضي لسوء الحظ في يوم عيد الأم. كرست حياتي كلها إني أربي عيالي، إن زوجي توفى من مرض السرطان، فحبيت إني أكون قوية وأتحدى هذا المرض بقوة. ما كنت أبداً أتوقع إنه أنا، لأنه أنا الأول وحدة بالعائلة، لأني مؤمنة إن الله ما بيترك أي إنسان مؤمن. طبعاً كانت فترة العلاج وايد قاسية، ما همني إن الشعر طاح. تجربة كتير صعبة، مش أي أم بتقدر تتحمل تشوف إنه بيتها تقريباً بناتها الأربعة مصابين بمرض الكانسر.